طيب دكتور، يمكن خلاص زي ما قلنا ان الدراسة بدأت، فبيكون في اختلاط كبير جدا ما بين الاطفال وبعضها. لو حد عنده مرض او عنده عدوى سهل جدا انها تتنقل لاولادنا. تمام. ايه الحاجات اللي ممكن نعملها علشان نقلل فرصة انتقال العدوى دي؟ واول حاجة ان الولد لما يتعب ما نودهوش المدرسة. ليه؟ تمام. زي ما انتي خايفة على ابنك من العدوى، خافي على اولاد غيرك. بالظبط. فالولد جاله شويه سخونيه بتاع ما لا هو شويه سخونيه بسيطين مش مشكله، ما هيروح يعدي زمايله. فانت ما ترضيش على نفسك ان ابنك يتعدى، فما تعديش حد. تمام. فالمفروض المفروض نزلات البرد وكده المفروض راحه، فياخد الاسبوع الراحه بتاعه. ما فيش مشكله لما يقعد يومين ثلاثه بس عشان ما يعديش حتى زمايله والدنيا ما تتفاقمش، وعشان هو شخصيا يروق بسرعه. تمام. صح. فدي اول حاجه لمنع انتشار العدوى. تاني حاجه ان النظافه المستمره، ان لازم تعودي ابنك ان هو طول ما هو في المدرسه طول لو قدامه فرصه يغسل ايديه يغسل ايديه، لان دي منطقه مفروض الازدحام في الفصول منطقه خصبه للعدوى، فلازم الغسيل الايدين على طول. مفيش فيها حاجه لما تدي لابنك معقم ايدين معاه لو تقدري تديله، او مناديل حتى معقمه، لازم جدا عشان العدوى. اي عطسه اي حاجه من طفل جنبه ممكن يتعدى. صح. برضو كمان المفروض الولد الادوات المدرسيه بتاعته تكون كامله مش ناقصه، دي مهمه جدا في العدوى. يعني ايه بقى يا دكتور؟ يعني يبقى اقلامه كامله معاه، استيكته كامله معاه، كل حاجه معاه. ليه؟ عشان ما يضطرش يستلف من زميله، ممكن يكون زميله تعبان، ممكن يكون زميله عنده برد، ممكن اي عم. ده سهل جدا ان انا يتنقل لي العدوى كده. المفروض نعلم ابننا برضو كمان ان لما يعطس يحط او يعمل دراعه، يجيب من دراعه كده يعطس في دراعه كده، يمد دراعه كده ويعطس، بحيث ان مش عايزين العدوى تتنقل لزمايله. ما يعطسش في ايده برضو، عشان برضو الايد هتعدي زمايله. برضو كمان ان المفروض الشنطه بتاعته دايما تحافظي على نظافتها، عشان بواقي الاكل تتخلصي منها، بواقي الاكل دي هتعمل بكتيريا ممكن تنقل عدوى. برضو الحرص برضو ان احنا ننيم الولد الثمان ساعات بتوعه. برضو حشرات الشعر من اكتر الحاجات اللي بتتنقل في المدارس، حشرات الشعر زي ما قلنا في اول الحلقه، زيت السمسم او زيت الزيتون، او في الصيدليه حاجه اسمها اوبودال او نيو اكيم، اي حاجه من الزيوت الطبيعيه دي. تدلكي شعر الطفل كل يوم بالليل وتلفيها بفوطه او بقماشه او ببلاستيك او اي حاجه لتاني يوم، وبعدين تشطفيها. دي حاجه جميله جدا للتخلص من حشرات الشعر لو الطفل بيتعدى منها. حلو.